أهلا بكم إلى الأخبار وفي عناوينها. أكثر من 20 شهيدا في سلسلة مجازر وسط قطاع غزة وشهداء في قصف مكثف على رفح وشمال القطاع. القسام توثق عملياتها وكمائنها النوعية شرق رفح وجنوب حي الزيتون، وتدك مدينة بئر السبع برشقتين صاروخيتين. المقاومة الإسلامية في لبنان تشعل مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ وتستهدف مواقع الاحتلال وقواته على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. حماس تؤكد أن رفض إسرائيل مقترح الوسطاء يعيد الأمور إلى المربع الأول، وتقول إنها ستجري مشاورات مع قيادات فصائل المقاومة لإعادة النظر في استراتيجية التفاوض. بأغلبية 143 صوتا، الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لمصلحة قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 218 على التوالي وسط قصف عنيف مخلفا مزيدا من الشهداء والجرحى، حيث ارتفعت حصيلة العدوان إلى 34,934 شهيدا و 78,572 مصابا، وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في سلسلة غارات استهدفت منازل المدنيين في رفح وشمال قطاع غزة. واستهدفت سلسلة الغارات العدوانية المنازل في شارع القصاصيب وبيت لاهية وأبراج الشيخ زايد شمال القطاع، حيث أدت كذلك إلى استشهاد الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه حمزة. واستهدفت طائرات الاحتلال أيضا مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي وسط قطاع غزة استشهد 20 فلسطينيا على الأقل من جراء سلسلة مجازر إسرائيلية بمناطق عدة، ووصل مستشفى شهداء الأقصى ما لا يقل عن 10 شهداء من بلدة الزوايدة بعد استهدافها بسلسلة من الغارات، إلى جانب 4 شهداء ارتقوا من جراء استهداف منزل في قرية المصدر وسط القطاع. ننتقل مباشرة إلى مراسل الميادين في رفح الزميل أكرم دلول. مرحبا بك أكرم، كيف تبدو الأوضاع في رفح وعموم قطاع غزة خصوصا بعد سلسلة المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال؟ هذا صحيح محمد، المجازر تبدو متصاعدة إلى حد كبير. يلاحظ أن القصف الإسرائيلي بدأ يطال كل محافظات قطاع غزة من دون استثناء، لكن دعنا نبدأ من رفح التي تأوي العدد الأكبر من النازحين. رفح ما زالت تتعرض إلى عدوان إسرائيلي كبير وواسع، رغم أن الدبابات الإسرائيلية ما زالت تتمركز شرقا، إلا أن عمليات القصف المدفعي وكذلك الغارات الجوية ما زالت تستهدف قلب المدينة وكذلك المناطق الغربية منها. عدد من المنازل تم قصفها على رؤوس الآمنين، وبالتالي هناك عدد من الشهداء تم انتشالهم، عدد آخر ما زال
مفقودا ويصعب على طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم، لا سيما من تحت ركام هذه المنازل التي عادة تحتاج إلى آليات ثقيلة لإزالة الركام، وبالتالي في رفح لا تتوفر يعني إمكانات لدى جهاز الدفاع المدني للتعامل مع هذه الأحداث. القصف المدفعي إذن ونحن نتحدث إليك ما زال مستمرا، لم يعد يستهدف المناطق الشرقية، يستهدف قلب رفح المركز في هذه المدينة، منطقتي العودة والنجمة ما زالتا عرضة لهذا القصف الإسرائيلي. حقيقة يعني هناك معاناة كبيرة لا سيما على صعيد النازحين محمد، نحن نتحدث عن أن عائلات عدة بدأت يعني تتشرد من جديد، وهناك موجة نزوح جديدة على اعتبار أن العائلات تخشى على مصيرها وعلى حياة أطفالها، لا سيما في ظل المجازر التي تدخل اليوم يعني شهرها الثامن على التوالي من دون أن يحرك هذا العالم ساكنا، وبالتالي هؤلاء النازحون يذهبون إلى أماكن لا يعرفون عنها شيئا، لا تتوافر فيها أدنى المقومات اللازمة لحياتهم، لا ماء ولا يعني أدنى المقومات. رغم ذلك ما زالت أيضا هناك أعداد يعني كبيرة من النازحين متواجدة حتى في المناطق القريبة من مناطق الاشتباك شرقا، وبالتالي يمكن القول أن رفح بالفعل تتعرض إلى عدوان إسرائيلي كبير. القصف الإسرائيلي كما أشرت من المدفعية مستمر، كذلك الغارات من الطائرات الحربية ما زالت تستهدف عدة منازل، ويصعب في بعض الأحيان على سيارات الإسعاف الوصول إليها، لا سيما في المناطق التي يعني تتواجد بالقرب منها الدبابات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي ما زال يحتل معبر رفح، يقفل يعني شريان الحياة الوحيد أو ربما أبرز يعني شرايين الحياة لأهل قطاع غزة، وهو معبر رفح الذي كان يدخل عبره بعض الشاحنات الخاصة بالمساعدات، وكذلك يعني هناك يعني معطيات تشير إلى استشهاد عدد من الجرحى ممن كانوا ينتظرون السفر لتلقي العلاج اللازم في الخارج. وكالة الأونروا في الساعات الماضية أشارت إلى أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة قد تشهد يعني تصعيدا كبيرا على صعيد المجاعة التي تعصب بقطاع غزة. مخازن وكالة الأونروا سواء على صعيد الوقود اللازم لكل التحركات وكذلك عمليات توزيع المساعدات وضخ المياه وتشغيل آبار الصرف الصحي، وعلى صعيد المواد الغذائية هذه المخازن أضحت خاوية، وربما مقبلون على كارثة أكبر من تلك التي كانت قد حلت بأهالي قطاع غزة قبل شهرين. بقية المناطق في قطاع غزة أيضا لم تسلم من القصف الإسرائيلي، في وسط القطاع 26 شهيدا حتى الآن ارتقوا في القصف الإسرائيلي. إحدى الغارات استهدفت منزلا في النصيرات، راح ضحيتها 12 شهيدا. غارة فجر هذا اليوم استهدفت منزلا لعائلة الخطيب في الزوايدة، ارتقى فيها حتى الآن 10 من الشهداء. غارة أخرى في بلدة المصدر ارتقى فيها 4 من الشهداء. ولا يستبعد أن يكون من تم قصفهم من هؤلاء المدنيين هم من النازحين الذين تشردوا مجددا من رفح كعائلة الخطيب. يقال أن هذه العائلة كانت في رفح، وبالتالي يعني لجأت إلى وسط قطاع غزة للبحث عن مكان آمن، لكن آلة الحرب الإسرائيلية تقصف هؤلاء النازحين وتلاحقهم في كل مكان، وهذا بالمناسبة ما كان يجري محمد في رفح. كذلك في خان يونس هناك 12 شهيدا. في الزيتون المعارك ضارية ومستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال على أكثر من محور. جيش الاحتلال ما زال متمركزا في شارع 8 بالقرب من منطقة المصلبة، حسن البنا، عيادة الوكالة في الصبرة، جنوب تل الهوى، كل هذه المناطق تتعرض إلى قصف بالمدفعية. حركة نزوح غير مسبوقة للأهالي الذين عادوا بعد الانسحاب الإسرائيلي في عقاب عمليات توغل يعني كانت قد أدت إلى تدمير كبير على صعيد حي الزيتون. وهناك أيضا قصفا إسرائيليا لعمارة سكنية مأهولة هي عمارة ياسين التي تقع بين حيي الصبرة والزيتون. الحديث يدور عن عشرات المفقودين داخل هذا المنزل. في شمال القطاع بلدة جباليا تتعرض إلى القصف المدفعي، هناك استهداف لمنزل زميل صحفي جديد وهو بهاء عكاشة، استشهد وعائلته في منطقة القصاصيب بجباليا. هناك عدد من الشهداء وصلوا إلى مشفى كمال عدوان المدمر أصلا من جراء غارة أيضا استهدفت منزلا في بيت لاهيع. إذن يمكن القول أن قطاع غزة يتعرض إلى مجازر، وربما نحن الآن نتحدث عن عودة إلى الوراء. المجازر تبدو كبيرة والقصف الإسرائيلي في كل مكان. شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول مراسل الميادين في رفح. أعلنت كتائب القسام قصف مدينة بئر السبع المحتلة مرتين برشقات صاروخية، فيما اعترف الاحتلال بإصابة مستوطنة.
كتائب القسام نشرت مشاهد من استهداف مجاهديها جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. بسم الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين. نقول لنتنياهو الذي يتوعد رفح بالدخول عليها: ها هنا جالسون وقاعدون، نعد لك أصنافا من الموت. هذا صيد من غيظ، قبل قليل ضربنا قوة خاصة والآن سنضرب من كفاءة 4 بإذن الله. وفي عملية نوعية نشرت كتائب القسام مشاهد تظهر نجاح أحد مقاوميها في قنص جندي إسرائيلي جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة. صوت كابينت الحرب الإسرائيلي بالإجماع على مواصلة عملية رفح في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 5 جنود في معارك قطاع غزة أمس، حيث كان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل 4 جنود وبإصابة آخر بجراح خطرة حالته ميؤوس منها، متحدثا عن حادثتين قاسيتين في رفح. ووفق الإعلام الإسرائيلي فقد فجرت عبوة ناسفة في آلية من نوع نمر، وتعرضت آلية أخرى لصاروخ مضاد للدروع، فيما أظهرت المشاهد مروحيات الاحتلال وهي تنقل الجنود القتلى والمصابين. الخبير بالشؤون الفلسطينية هاني الدالي أكد أنه لا يوجد أهداف عملياتية حقيقية واضحة للدخول إلى حي الزيتون
أو إلى المناطق الأخرى التي دخلها الاحتلال الإسرائيلي سوى محاولة القضاء على خطر الهاون الذي يهدد ممر متسارين. بحقيقة الحال الاحتلال الإسرائيلي أراد من هذا الدخول المحدود أولا إشباع غريزة اليمين الصهيوني المتطرف، لأن سموتريتش قال لابد من الدخول ولابد من محو كما يسميها بحرب الدينية بين هلالين، محو العماليق من تحت السماء، وهو كان يقصد دير البلح والنصيرات والمناطق الأخرى من قطاع غزة، وبذلك يعني إشباع غريزة جيش الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الثانية بتقديري وهي الأهم أنه من هذا التقدم لبعض المناطق في قطاع غزة وعلى رأسها حي الزيتون، الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يثبت دفاعات المقاومة الفلسطينية، قوة المقاومة الفلسطينية بما يعرف بالجهد الثانوي لتشتيت المقاومة الفلسطينية عن جهد الاحتلال الرئيسي في مدينة رفح. ولكن السؤال هل سينجح؟ أنا بتقديري واضح أن المقاومة الفلسطينية في كل منطقة تقدم لها كانت جاهزة وكان لديها المعلومات الاستخباراتية بأماكن التقدم والآليات وأنواع والخطة الموجودة للتقدم فتعاملت به. وبخصوص مناطق تمركز الاشتباكات في رفح بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، يجيب الخبير العسكري العميد شربل أبو زيد في هذا المقطع من شرحه في نشرة الميدانية. الهجوم الرئيسي يتركز من هذه المنطقة باتجاه مطار غزة، أما الهجوم الثانوي فهو يتركز في هذه المنطقة باتجاه معبر رفح. ما حصل اليوم هو التالي: قامت قوات العدو يعني تفريع هجومها الأساسي إلى ثلاث اتجاهات فرعية، ألا وهي اتجاه من ناحية أبو حلاوة سكنة سعد باتجاه خربة العدس، والاتجاه الثاني باتجاه الشويكة وباتجاه شارع العروبة، والاتجاه الثالث هو أيضا من هنا باتجاه شارع الرباط وباتجاه حي السلام. فإذن هذه الاتجاهات الثلاث كانت اليوم تفرعت من اتجاه الهجوم الرئيسي، بينما من اتجاه الهجوم الثانوي هناك ما يزال اتجاه واحد ووصل إلى مشارف حي البرازيل، ولكنه توقف بفعل ضربات المقاومة. إلى جبهة الإسناد اللبنانية، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية فجر اليوم استهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة. بيان الإعلام الحربي في المقاومة أكد تحقيق إصابة مباشرة في العملية، وقال إن العملية جاءت دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى القريبة الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وخصوصا في طير حرفة. كيف تبدو الأوضاع الآن في جنوب لبنان؟ هذا السؤال مع مراسل الميادين في جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة الزميل علي الأحمر. إليك علي، تفضل. نعم محمد، صباح الخير لك والمشاهدين. في آخر عمليات المقاومة التي قامت بها صباح اليوم، أعلنت المقاومة في بيان استهدافها التحصينات والدشم وحامية موقع رامية بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة بحسب بيان المقاومة. ساعات الفجر الأولى شهدت أيضا استهداف موقع الملكية من قبل مستوطنة المطلة من قبل المقاومة، استهدفت فيه جنود في مبنى سكني كانوا يتموضعون داخل مبنى سكني، جرى استهدافهم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكدة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الإسرائيلي الذي طال أمس فريق عمل صيانة إحدى شركات الاتصالات والذي كان بمؤازرة الجيش وبعلم من قوات اليونيفيل، كان يعمل على صيانة إحدى شبكات الاتصالات في قرية أو بلدة طير حرفة، حيث جرى استهدافه من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية ما أدى إلى استشهاد شخصين، هما مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية والآخر هو عامل صيانة كان ضمن الفريق الذي كان يعمل في البلدة. عمليات المقاومة محمد بلغت أمس 7 عمليات. المقاومة استهدفت التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع مسكف عام، وضربت قواعد وضربت قوات الاحتلال عند وصول آلياته إلى
موقع الملكية حيث حققت إصابات مباشرة. أيضا كان هناك استهداف لموقع السماقة في تلال كفر شوبا، إضافة إلى استهداف طالة ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة فلق. الاستهداف الأكبر الذي حصل أمس هو بصلية من الصواريخ استهدفت مستوطنة كريات شمونة، كما جرى استهداف خربة ماعر مرتين بشكل متتالي. بالنسبة إلى كريات شمونة محمد، فقد جرى استهدفتها المقاومة بسلية من الصواريخ، وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقلت أو نقلت الأضرار التي أحدثتها هذه الصلية، حيث لم تستطع منظومات الدفاع الجوي من اعتراض معظمها، بالإضافة إلى الأضرار التي حدثتها في المباني والبنية التحتية والمركبات، فإن الحرائق التي تسببت بها هذه القذائف أو الصلية الصاروخية امتدت وحاوطت كما إذا صح القول كريات أشمونة من جميع النواحي، حيث عمل الاحتلال وجميع قواته والفرق الإطفاء على محاولة إخمادها طوال الليل، لكنها امتدت لتشمل الأحراج التي تحيط بمستوطنة كريات أشمونة من جميع النواحي، حيث شهدت المستوطنة أيضا موجة نزوح كبيرة للمستوطنين بسبب امتداد الحريق بشكل كبير ووصوله إلى منازل المستوطنين. بهذا السياق تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تأكيدها أن سكان المستوطنات أي المستوطنين لن يستطيعوا العودة إلى الشمال أي شمال فلسطين المحتلة بسبب ازدياد ضربات المقاومة. شكرا جزيلا لك الزميل علي الأحمر مراسل الميادين في جنوب لبنان. وقد أظهرت لقطات مصورة لحظة سقوط الصواريخ التي أطلقتها المقاومة على مستوطنة كريات شمونة في إصبع الجليل، ما أدى ذلك إلى اندلاع حرائق في مواقع سقوط هذه الصواريخ والتي استمرت حتى ساعات الليل. المتحدث باسم مستوطنة كريات شمونة قال من جهته أن حزب الله أطلق 35 قذيفة صاروخية على المستعمرة، سقط منها 20 صاروخا بداخلها، ما أدى إلى تضرر عشرات السيارات والبيوت ووقوع أضرار فادحة بالممتلكات والبنى التحتية. גם לכלי רכב, הראינו מוקדם יותר את הנזקים בתוך העיר. מדובר ברקטות, חלקן קטיושות סטנדרטיות, כאלה שנורו לאורך כל השנים בקוטר 107 מילימטרים, אבל גם רקטות כבדות יותר ממשפחת הפלק, רקטות שמכילות עשרות קילוגרמים של חומר נפץ, חלקן נפלו ברכס רמים מעל קריית שמונה ומדרום לקריית שמונה. ברכס כרגע מאות דונמים של חורש טבעי, יערות ושטחי מרעה, שמורות טבע עולים באש. כל הרכס מעל קריית שמונה ועד לאזור צומת כוח כרגע עולה בלהבות. אני מניח שאתם יכולים כרגע לראות את התמונות. وترتفع أصوات المستوطنين الغاضبين في الشمال بوجه الحكومة والجيش الإسرائيليين. الغضب هذا يقابله تحذير من قدرات حزب الله التي لم تتضرر بعد أكثر من 7 أشهر على القتال. منال إسماعيل والتفاصيل. الوضع المأساوي الذي وصلت إليه المستوطنات الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان بحسب توصيف محللين إسرائيليين، حيث لا سكان ولا أعمال، لم تنفع معه كل أصوات رؤساء المستوطنات هناك التي ترتفع عاليا وتستجدي الحكومة والجيش الإسرائيليين لإيجاد حل للمعضلة التي يعيشونها في الشمال ومن دون جدوى، وهو ما دفعهم إلى التهديد بإعلان الانفصال عن إسرائيل وإقامة ما سموه دولة الجليل. نحن رؤساء السلطات في الشمال نبلور ما نريد فعله لكي تبدأ الحكومة بفهم أن هناك حربا في الشمال و100,000 مهجر، وأن لا زراعة ولا سياحة ولا سكان في الشمال، وأن مجتمعات كاملة هناك تتفكك. أنا لا أصدق كلام رئيس الحكومة، وإذا لم تتصرف الحكومة بأسرع ما يمكن فنحن في الأيام المقبلة سنتصرف وربما نعلن انفصالا مؤقتا إلى أن تستيقظ الحكومة وتفهم أن الجليل
لم يعد معها. الإرباك وعدم اليقين في مستوطنات الشمال كبيران جدا في ظل عدم وجود أجوبة من قبل الحكومة. المجتمعات هنا تتفكك، هناك مشاكل اقتصادية كبيرة تتزايد مع الوقت، وهناك بطالة. نحن سنصعد احتجاجاتنا ضد الحكومة إلى أن تعطينا أجوبة واضحة في شأن الوضع في الشمال. تململ المستوطنين من إهمال الحكومة لهم وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على رسم استراتيجية واضحة في الشمال قابلهما ارتقاء في مستوى المواجهة على الجبهة الشمالية، حيث يكثف حزب الله وتيرة نيرانه ويوسع دائرتها لتستهدف الجنود الإسرائيليين أينما وجدوا في منطقة الاشتباك. للأسف حزب الله ينجح في إدخال طائرات كتلك التي تصور وتجمع المعلومات، وهو موضوع حتى الآن ليس له رد أمني مناسب. وعلى وقع ذلك حذر خبراء من أنه بعد أكثر من 7 أشهر على القتال في الشمال فإن قدرات حزب الله الذي يراكم آلاف الأسلحة الدقيقة لم تتضرر بما فيها قوة الرضوان، لأن حزب الله وفقا لهم يمتلك جيشا جاهزا لكل السيناريوهات بكل ما للكلمة من معنى. منال إسماعيل، الميادين. بالعودة إلى قطاع غزة، حيث دعت فرنسا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح بلا تأخير لما تهدده من وضع كارثي لسكان قطاع غزة. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إسرائيل إلى العودة إلى مسار المفاوضات لأنه السبيل الوحيد الممكن من أجل الدفع باتجاه إطلاق سراح الأسرى والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفق تعبير البيان. الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي منشور على موقع إكس حث غوستافو المحكمة على اتخاذ هذا القرار لأن نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية. ودعا غوستافو كذلك مجلس الأمن إلى البدء في النظر بإنشاء قوة لحفظ السلام على أراضي غزة. حركة حماس أكدت أن رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول. وفي بيان رأت الحركة أن الهجوم على رفح بعد إعلان موافقتها على مقترح الوسطاء يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل إلى اتفاق. حماس أشارت إلى أن نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر ويتحملان مسؤولية عرقلة التوصل إلى اتفاق. وعن استكمال عملية التفاوض أوضحت حماس أن قيادة الحركة ستجري مشاورات مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في الاستراتيجية التفاوضية. القيادي في حركة حماس حسام بدران قال إن الهجوم الإسرائيلي على رفح أكد أن الاحتلال غير معني بأي اتفاق، وأكد في مقابلة مع الميادين أن الحركة ستلجأ إلى التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية للبحث في كيفية التصرف في المرحلة المقبلة. رفض هذا الاتفاق من خلال إرسال وفده إلى القاهرة والنقاط والاحتجاجات والاعتراضات الكثيرة التي طرحها على مقترح الوسطاء، أيضا عمليا هو باجتياحه رفح والبدء بالهجوم البري، هو أيضا يقول لكل العالم أنه غير معني بأي اتفاق أو الوصول لأي اتفاق بيننا وبينه عبر الوسطاء. مصير المفاوضات الآن هو مرتبط في الحقيقة ليس بحركة حماس وإنما بالاحتلال أولا الذي يعطل كل شيء وخاصة نتنياهو، لكن أيضا مطلوب موقف إقليمي وموقف دولي يضع الأمور في نصابها. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. التفاصيل في تقرير الزميل نزار عبود. مرة جديدة تنجح فلسطين وعبر المؤسسات الدولية في تأكيد حقها في أن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة من باب جمعيتها العامة وتحظى بتأييد أغلبية ساحقة من دول العالم.
مع بلوغ حملة ترحيل الشعب الفلسطيني وتدميره حدودها القصوى، تستطيعون الوقوف مع حق هذا الشعب في الحياة والحرية والكرامة في أرض الأجداد. دعوة لبتها 143 دولة وعارضتها 9 دول وامتنعت 25 دولة عن تصويت. ردة فعل مندوب إسرائيل تجاوزت الأعراف الدبلوماسية، مرددا شعارات اتهام الفلسطينيين بالإرهاب واعتبار فلسطين دولة إرهاب. أرفع لكم هنا نتيجة تصويتكم اليوم، هذه هي النتيجة. يحيى السنوار الذي سيصبح قريبا رئيسا، إنه الرئيس المستبد لدولة حماس. الولايات المتحدة ضربت القرار عرض الحائط وتمسكت بحل الدولتين بالمفاوضات والتطبيع الإقليمي وحسب. لا سبيل آخر يضمن عيش الفلسطينيين بكرامة وسلام في دولتهم، ولا سبيل آخر يؤدي إلى تكامل إقليمي بين إسرائيل وجاراتها العربية يشمل السعودية. إيران أيدت القرار وتمسكت بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة. إن دعم الشعب الفلسطيني يجب أن يستمر حتى نيل حقوقه الأساسية في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة على امتداد الأراضي المحتلة وتكون القدس الشريف عاصمتها. في مقابل هذا الدعم العالمي الكبير لحق الشعب الفلسطيني في الدولة وتقرير المصير، بقيت الولايات المتحدة متصدرة الأقلية الرافضة وتعهدت بالتصدي لقرار الجمعية العامة إذا ما طرح أمام مجلس الأمن الدولي. نزار عبود، الأمم المتحدة نيويورك، الميادين. سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردن قام خلال كلمة ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة من على منبرها. You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. وقبل ساعات من بدء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تجمع حاخامات يهود هاتفين لفلسطين ورافضين وجود إسرائيل وجرائمها التي ترتكب زورا باسم اليهود، ورفعوا هتافات منددة لما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة. يجتمع اليوم حاخامات هنا ليشهدوا هذه المناسبة المهمة التي تسبق الذكرى 76 للنكبة وتأتي بعد 7 أشهر من المذابح التي ترتكب في غزة، وأننا كيهود توسلنا إلى قادة العالم لوضع حد لهذه الفظائع، لهذه الإبادة الجماعية الجارية، ولسوء الحظ يرتكب الصهاينة جرائمهم باسم الديانة اليهودية، ونحن بصفتنا يهودا نعلن أنهم سرقوا اسم اليهودية وما يفعلونه إجرام. طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق مستقل وفوري بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة من دون تحديد الجهة التي يمكنها قيادة هذا التحقيق. وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء ومحيطهما، مشددين على أهمية أن تعرف العائلات مصير أحبائها المفقودين ومكانهم وفقا للقانون الإنساني الدولي. كشف تقرير للخارجية الأمريكية بأنه من المعقول التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية بقطاع غزة في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الدولي، ومع أن التقرير انتقد طريقة استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية خلال حربها المستمرة على غزة، إلا أنه تحدث عن عدم وجود أدلة كافية على انتهاكها القانون الدولي. وأشارت الخارجية الأمريكية لوجود حالات استخدمت فيها إسرائيل الأسلحة الأمريكية بما يتعارض والتزاماتها بالقانون الدولي، رغم ما أسمتها تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأنها تستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الدولي.
بالموازاة، حذرت وكالات إغاثة ومنظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة من أن تناقص مخزونات الغذاء والوقود قد يجبر عمليات الإغاثة على التوقف خلال أيام في غزة. وكالات الإغاثة أشارت إلى أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى إغلاق المستشفيات، ما يتسبب بوفاة المزيد من الأطفال. منذ 5 أيام لم يدخل أي وقود ولا أي مساعدات إنسانية تقريبا إلى قطاع غزة. هذه فعلا مشكلة كبيرة بالنسبة إلى السكان وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية، ولكن في غضون أيام إذا حدث ذلك ولم يتم تصحيحه فإن نقص الوقود سيتسبب بوقف العملية الإنسانية برمتها. في اليوم التالي أو في نحو ذلك، إذا لم يكن لدينا الوقود فسنفقد عمل 5 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة و5 مستشفيات ميدانية وما يقرب من 30 سيارة إسعاف و70 مركز رعاية صحية أولية تديرها الأونروا وشركاء آخرون و10 عيادات متنقلة تقدم خدمات التحصين ورعاية الصدمات وسوء التغذية، إضافة إلى 23 منشأة طبية في المواصي، وهي كما تعلمون المكان الذي لجأ إليه مئات ومئات الآلاف. بطبيعة الحال تقع على عاتق دولة إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة مسؤولية ضمان حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في جميع الأوقات، ويجب حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وعملياتها في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الدولي. بثت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد الاستهداف موقع عسكري إسرائيلي في إيلات أم الرشراش في فلسطين المحتلة بالطائرات المسيرة. مخيما خان دنون واليرموك شيعا جثامين 3 شهداء من حركة الجهاد الإسلامي ارتقوا خلال معركة طوفان الأقصى، لتؤكد هذه المخيمات الفلسطينية في سوريا الحضور بقوة ضمن مؤازرة المقاومة في غزة وجنوب لبنان. محمد الخضر والتفاصيل. مئات المشيعين في وداع جثماني الشهيدين أحمد حلاوة ومحمد جود في مخيم خان دنون جنوب دمشق إلى جانب زميلهما الشهيد محمود بلاوني في اليرموك، تشيع تحول إلى احتفال بتضحيات يكملها جيل شاب من أبناء المخيمات الفلسطينية في سوريا على طريق القدس. المخيم الذي قدم مئات الشهداء والجرحى في معارك المقاومة الفلسطينية منذ أكثر من نصف قرن يكمل الدرب الذي شقه أبطال طوفان الأقصى ووحدات الساحات. وهم اليوم 3 أقمار من الساحة السورية من مخيمات الفلسطينية أو سوريا ينضمون إلى كوكبة 11 قمرا ليصبح العدد الكامل 14 قمرا على طريق تحرير فلسطين. يثبت الشباب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية في سوريا أنه جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية وأن خياره هو خيار البندقية. حكايات بطولة معمدة بالدم يرويها ذوو الشهداء لم تبدل في قناعاتهم سنوات قاسية واجهوا فيها ويلات الحرب، واضطر عشرات الآلاف منهم إلى النزوح داخل سوريا وخارجها، بقي الهدف نحو فلسطين. طلع أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، الرابعة صوب فيها قاعد بالبيت شي 15 يوم بده يقوم بده يروح، رجع مرة ثانية وقال لي الصبح قبل ما يروح قال لي بابا أنا ما راجع أنا رايح أستشهد. قلت له قال لي والله راح استشهد وماني راجع. قال لي أول مرة ما استشهد ثاني مرة ما استشهد، وأنا لو عندي غيره بس ما عندي غيره، كان قدمت بس ما عندي غيره والله الحمد لله. يعيش فلسطينيو سوريا الحدث في غزة وجنوب لبنان على مدار الساعة، نظموا وقفات وتجمعات تضامن وإسناد وبذلوا دما مؤازرة ودعما لطوفان الأقصى. لم تتأخر المخيمات الفلسطينية في سوريا يوما عن العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق الكفاح المسلح قبل نحو 6 عقود، مسيرة يكملها أبناء المخيمات اليوم دعما لطوفان الأقصى
محمد الخضر من مخيم اليرموك بدمشق. الميادين. نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن مسيرة في العاصمة الأردنية عمان للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة ودعم المقاومة وقطع جميع العلاقات بإسرائيل. لنا شاهين والتفاصيل. ادعموا المقاومة وأوقفوا العدوان، مطلبان أساسيان من مطالب عديدة رفعها المتظاهرون الغاضبون الذين جابوا وسط البلد لتأكيد رفضهم الحرب الإسرائيلية الأمريكية على غزة. الدعم الأمريكي مستمر لغاية اللحظة بصورة أو بأخرى، وإحنا عبر تاريخ من الصراع مع العدو الصهيوني ما عندنا ثقة وما عندنا ثقة بالإدارة الأمريكية اللي دائماً لها وجهين في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني. إحنا بنراهن على صمود شعبنا ومقاومتنا في الميدان اللي اليوم راح ترغم الأمريكي والصهيوني على الرضوخ والقبول بشروط المقاومة. إلغاء الاتفاقيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل مطالب لا رجعة عنها يقولون، ويجددون ثقتهم بصمود أهالي غزة وبالمقاومة التي فرضت نفسها في الميدان رغم اختلاف موازين القوى مع الاحتلال. لبنان واليمن وفلسطين وغزة إحنا معاهم قلبا وقالبا، كل الشعوب الأردن معاهم دائما وأبدا بإذن الله، منصورين. ولو جابوا كل القوات راح نظل منصورين وراية فلسطين مرفوعة. لو تآمرت علينا كل الناس وخزلونا الله معانا والثوار رايتهم مرفوعة إن شاء الله إن شاء الله. صمود المقاومة وثباتهم هذا إشي بخلينا نستبشر خير إنه ممكن إن شاء الله بجهودنا وبجهود كل الشعب العربي واليمن كمان تضامنها ولبنان وكل الدول المجاورة إنه نوصل صوتنا ونقدر نساعد قد ما بنقدر. عملية رفح جريمة جديدة ستضاف إلى سجل جرائم إسرائيل، يؤكدون ويقولون إن إسرائيل لن تبقى دولة فوق القانون، طال الزمان أم قصر. أمريكا هي رأس حربة الحرب على غزة وشريك أساسي في الإبادة الجماعية، يقول المتظاهرون ويطالبون بمحاكمتها مع إسرائيل، ويؤكدون أن تصريحات الرئيس الأمريكي بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة هي مجرد ذر للرماد في العيون، ويجددون مطالبهم بدعم المقاومة التي كسرت هيبة إسرائيل. لنا شاهين عمان، الميادين. مواجهة التصعيد بالتصعيد عنوان التظاهرات في صنعاء والمحافظات اليمنية نصرة لغزة. عشرات الساحات عجت بالجماهير الذين حيوا صمود الشعب الفلسطيني وأكدوا دعم القوات المسلحة اليمنية ضد إسرائيل حتى تحقيق النصر. تقرير أحمد زبيبة. إسناد شعبي يمني متواصل ومتجدد نصرة لغزة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية. تظاهرات شهدها ميدان السبعين بصنعاء وعشرات الساحات اليمنية. الحشود الشعبية خرجت لتؤكد دعمها المستمر لعمليات القوات المسلحة اليمنية بمراحل التصعيد المختلفة ضد إسرائيل. التصعيد قادم سواء المرحلة الرابعة أو الخامسة التي على السويت أو السادسة، وأن الشعب اليمني كله جاهز للتضحية والفداء وتقديم كل ما يمكن. سنصعد في مسيراتنا، سنصعد في مسيراتنا، سنصعد في صواريخنا، سنصعد في إنفاقنا. بنك أهداف اليمن كثيرة ضد إسرائيل ومن يقف معها، وتتسع يوما بعد آخر ولا حدود لحجم التصعيد نصرة للشعب الفلسطيني كما تقول صنعاء. لا زالت المرحلة قائمة والخيارات كثيرة جدا. لم نعدم في اليمن بنك الخيارات على الإطلاق، سواء ما يتعلق بقدراتنا أو بخياراتنا أو بنقاط الضعف التي يمكن أن نستهدف بها العدو. بيان التظاهرات أعلن التضامن مع مصر حكومة وشعبا، وأشاد البيان كذلك بالتحركات الطلابية الشجاعة في الجامعات الأوروبية والأمريكية وغيرها المساندة لغزة. نتضامن مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا إزاء التهديد الصهيوني للأمن القومي المصري من خلال احتلال الكيان الصهيوني لمعبر رفح
وحشد قوات صهيونية كبيرة لمحاذاة الأراضي المصرية. ودعا البيان الحكومات العربية إلى اتخاذ مواقف عملية وجادة ومؤثرة نصرة للشعب الفلسطيني. يجدد اليمنيون مع كل خروج جماهيري أسبوعي العزم على مساندة غزة بكل الوسائل ومواجهة التصعيد الإسرائيلي بالتصعيد اليمني الواسع حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. في العاصمة المغربية الرباط خرجت تظاهرة رفضا للتطبيع مع الاحتلال ودعما وإسنادا لفلسطين. المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية إضافة إلى ترديدهم الهتافات الداعمة لغزة وللقضية الفلسطينية. أفاد مراسل الميادين في جنيف بتعرض طلاب جامعة جنيف المعتصمين دعما لغزة لهجوم قامت به مجموعة من المؤيدين لإسرائيل، وحاول داعمو الاحتلال تخريب الاعتصام وتعرضوا للطلاب المعتصمين بكلام ناب. سيطر طلاب جامعة نيويورك في الولايات المتحدة على مكتبة بوبست وأطلقوا عليها اسم مكتبة ديانا تماري صباغ، واختير الاسم نسبة إلى المكتبة التي دمرت في غزة أواخر العام الماضي، حيث رفع الطلاب اللافتات ورددوا الهتافات الداعمة لفلسطين. وفي هذا السياق نشرت الجامعة عناصر الأمن التابعين لها في محيطها، إضافة إلى حضور ضباط شرطة نيويورك إلى المكان. بهذا تنتهي النشرة، شكرا جزيلا للمتابعة مشاهدينا، ولمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.